البنات حبيباتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم ضيافه كنزي. كما كتشوفوا هنايا عندنا اليوم الاعمال اليدويه. خليتوني ديك النهاريات بغيت نصوب كيسان شرب الحليب وشريت الرشيمه ديال النقش لانه معجبوني الرشيمات اللي فيها ودرتها لصقت الرشيمه وبقيت ودرت صبيغه وسط منها ودرت باش نفينيها من بعد ندير النونات وندير السقلي. ولكن سي دوماج منين كنهز اللصقه كيتهز ليا معاها كتهز ليا معاها الصباغه اذا ما ملصقاتش ليا وخليتها راه شي تقريبا شي ساعتين المكانه ولا ثلاثه السوايع اللي حيت من اللصقه. ولكن من بعد التجأت للخدمه اليد ديال اليد فضلتها. المهم انا ندير لكم شي ديال الضو هنا باش تبان لكم مزيان. انا هنا وريتكم هذا الموديل هذا قلت لكم راه غادي نخدم بحاله بحال هكا. ولكن قلت انا ثاني ملي جبت الرشيمه تاع اللصقه صافي نخدم بهم وكي شفتوا راه ما بقاش يسر ليا فيها. ودابا خدمتهم بطريقتي انايا. غادي نوريكم ثاني هذه خدمتها كما كتشوفوها. درت انا غير دوك هاد العوينات بحال هكا هاد العوينات اللي تكونوا هنايا درت غير هاد العوينات هادو ونبتهم بنجيمه في الوسطي ودرت لها شويه الصقلي وجات حتى هي رائعه صراحه. هنا مازال باقي فيه الصقلي مازال ما حيدتوش. درت هذه ديال التمر وهاد الرشمة هادي ديجا كانت عندي في الكري صراحة الذهبي كيجي رائع. من الأحسن الذهبي على الكري. شتي هذا الكري المهم ما عجبنيش الشكل ديالو ماشي بحال الذهبي رائع كيعطي واحد المنظر فنيون. المهم هنايا أنا شوفوا راني حاطة ديجا هادشي وكنت كندير التجارب. هنا بغيت نخدم كي قلت لكم دابا أنا عندي الطيافر في الكرونة وعندي في الخضيضر وفي البيض. بالنسبه للخضر هما درت هادو خضرين والبيض عندي ديجا هادو اللي في لارجونتي. ودابا هنا انا خديت هاد الحكيكات هادو ديال السقلي. بالنسبه للاثمنه ديالهم البنات بالنسبه لمول ماكياج كيبيعوا مول ماكياج كناخذهم انا بثلاثه دراهم مع مول ماكياج بثلاثه دراهم. في السوق الا كتمشيو شي سوق عندكم راه كيكونوا رخاص جوج دراهم درهم الله اعلم. المهم على حسب كل مدينه والثمن ديال السوق ديالها. انا خديتهم هنايا بثلاثه دراهم. خديت الخضيضر لانكم كتعرفوا عندي الطيافر في الخضر وخديت هاد اللي في الذهبي لان الذهبي هما باش مخدومين الطيافر عندي. وخديت لارجونتي فوالا جوج نوع ديال لارجونتي نحاول نوضح لكم الصوره شكون كتيجي. وتا الذهبي اللي رديتو البال راه الذهبي راه ماشي بحال مختلف. واحد ذهبي كيبان واحد الاخر كيبان بحال شويه غادي البرتقالي. المهم هادو هما اللي عندي دابا الحين هما باش غادي نخدم. مرايا بغيت نصفي لكم الصوره. المرايه غتمسحوها بالخل اولا بالالكول فوالا انا شاريه قريعه ديال الخل حاطه عندي. المهم ديروا نقيطه بحال هكا بلاصه فيها تخدموا ديروا فيها نقيطه شويه ومسحوا البلاصه هي لا كوتي اللي غادي تخدموا فيها نتوما ومن بعد نشفوها. الصوره كترجع فلو. المهم مسحوها ومن بعد نشفوها ما تخلوهاش رطبه او لمسحوها باجاكس. مسحوا المرايه قبل باجاكس هلي ديروا لها الكول لان شوفوا هاد المرايه عندي كي دايره بالصبع ديال اليدين شفتوها. المهم صبيعات اليدين كترسموا فيها كتولي هكا. بالنسبه البيبيو باش كنخدم المهم نتوما خدموا باش ما اي حاجه عندكم ديال الزاج اللي قال لكم ديال بان ديال الزاج خدموا بها خذوها. خديته ب 25 درهم هذا ب 25 درهم. كي كنقول دائما كل مدينه وثمنها ربما نتوما تلقاوها ب 15 درهم. حنا مدينه الصويره ما عندناش حنا هادشي كثير. نقول لكم عندنا شي بلاصه الكرو كناخذوا فيها هادشي كنمشيو عمر المكتبه كناخذوه. المهم هذا خديته انايا ب 25 درهم وهادو كي قلت لكم خديتهم بثلاثه دراهم الواحد. والعقيق باعوه لي بالدرهم الوحده. ها هو العقيق خديته غير عادي ديال الخيط ولكن ماشي مشكل ما غاديش يجي معيق. كاينين عقيقات في انواع وشكال. انا يا غير داك السيد اللي قريب ليا خديت من عنده صافي وجيت بحالي. كاين هذا اللي كيكون مهرس يكون فيه النص كدير فيه غير النص كيجي حتى هو زويون. انا خديت بنجيمات هاد النجيمات هما كيجيو رائعين شفتهم كيتبانو. المهم الحين غادي نبدا على بركه الله. غادي نحاول نوريكم الرشمه اللي غادي ندير. انا كي قلت لكم الرشمه راه خدمت غير بهاد الرشيمات هادو ساهلين هادي ساهله بالنسبه للمبتدئات بحالي. تلهاو ديروا غير هاد الرشيمه هادي. انا قبل شوفوا هاد البيبيو دار بحال خديته شو كي خويته راه كنت ندير التجارب كنجرب بيديا واش نعرف نرشم من راسي. المهم عمرت هنا ماشي مشكل راه كتحيد دغيا هادي راه ما تقولوش بتلصق. راه كي قلت لكم ساعتين د المكانه اللي كتشبر الصباغه.
على بركه الله انا غادي نبدا نرشم. نتوما ديروا الرشيمات اللي قدرتوا عليهم في يديكم. اللي كتعرف تنقش شرابات تجيها ساهله وغتنقش. انا غادي نبدا بطريقتي وغادي نبدا الحاجه السهله عندي هي باش غادي نبدا بها. ودابا نخليكم مع الفيديو. البنات اللي غادي يشوفوا السقلي كثير انا ماش نخليه كراي باش يشبر لي شويه. وهاني غادي نقلب المرايه. اوبا كتلوحه غادي نحيد بعدا هادو باش ما يتكبوش ليا. نروغهم هنا حطيتهم هنا. دابا هذا غادي نشقلبو هكا. ملي كتقلبوه حاولوا تضربوا شي شويه شي راه بيبدا يطيح السقلي. غادي يبقى غير الجهد اللي غتحتاجوا يبقى غير الجهد. المهم انا كي قلت لكم غادي نشقلب بحال هكا نبقى نضرب شي شويه. المهم غادي نضرب بيدي ماشي بهكا باش ما نهرسش الدجاجه. من بعد غادي هاد السقلي هذا ملي غادي نشف ليا الصباغه غنشد ديك الشيطه. المهم عطينا الشيطه يا البنات ديك ديال اللي كتكون المهم بحال ديال الصباغه بحال ديال الصباغه. وبداو شيتو بها كتحيدو داك البقايا ديال السقلي باش كتبان الرشمه. دابا هنا كيبان كلشي سقلي ولكن لا ماشي بقى هكا راه بحال هادي. نفس الشيء درت لهادو نفس الشيء لهادو حتى هما. شوفوا البنات هاد الكاس كي رديتو بلاتي نوريكم هاد الكاس حداش بقى غير هاد الكاس هذا. غادي نحيد منو هاد الكلينكس باش نوريكم. هاد الكاس هذا بقى عندي غير واحد تهرس لاخر. هذا هو الديفو ديال الكرة ديال الكيسان شرب الحليب. هذا هو الديفو ديالهم كيتهرسوا خصك تعاودي ترشمه من جديد. هذا الكاس هذا كانت فيه هذه الرشيمه هذه كانت بزليفته سي دوماج مشات وبديت كندير فيه نتعلم فيه. المهم شوفوها بالنسبه هذا هذا السقلي الغليظ راه خايب. السقلي الغليظ خذوا هذا السقلي هذا اللي نعت لكم. السقلي الغليظ ما زوينش صراحه. انا كنت ندير تنتعلم كنحاول نتعلم بيديا كيفاش نرشم في هذا الكاس هذا. هذا كان غير لي ليساي التجربه. المهم انتم شفتوا كي داير. هنا كي قلت لكم غادي تنشف هاد الرشمه هادي وغادي نحيد من هاد البقايا كاملين. الرشمه مازال ما كملتهاش باقي مازال غادي ندور هاد الحاشيه هادي غادي نتزوقها حتى هي. يا اما ندير لها بحال هكا شو هذا كي درت ليه. المهم يا اما ندير لها بحال هكا. المهم اللي بغيتو نتوما علاش ما قديتو. من بعد غادي نشيت انا هادشي. انا غادي نكمل الفيني هادي وغادي نصيب بجوج كيسان غنصيب ثاني جوج كيسان اخرين وغنحاول ندير فيهم الرشمه وندير فيهم القرونه عقيقه قرونه وغادي نزيد واحد عقيقه قرونه في الوسط هنايا. ولكن حتى ندور هاد البليصه هادي اللي غندير واحد العقيقه قرونه هنايا.
المهم انا حاولت نوريكم كي قلت لكم راه مازال ما فينيتش هذا الشيء، لانه كي كتشوفوا باقي سقل لي عامر حتى نفينيه. اللي غادي نوريكم الشكل النهائي ديال هاد المرايه هذه اللي غادي تحطوا فيها كيسان شريب الحليب وزلافه ديال التمر والسيبور ديال ودوك ديال الخويتمات كذلك. بالنسبه لديك السقل اللي كيبقى ما كيضيعش، كنعاودو نردو القريعه. ها فوالا اوبا شويه كيطيح وشويه كيرجع، ماشي مشكل. المهم اللهم شويه يرجع ولا كلشي يطيح. المهم انا كنردو ما كنخليهش يضيع. المهم حتى هادشي غادي نحيدو. المهم خويتها باقيله ما بقى فيها والو، بقى فيها شويه كيكه. المهم هاد شويه هذا غادي نردو حتى هو، ما نخلي حتى حاجه. المهم ما تضيعوش السقل يا البنات، حاولوا ما تضيعوش. علاش درت الكنينكس درت هاد البابي هذا باش يحافظ عليه. المهم ها راه مازال ما نشفاتش، شوفوا الرشيمه راه حاولت نصوت عليها باش تحيد داك السقل اللي كان مرشوش كتير. دابا غادي نخليها العين تنشف، اللي غادي ندير الكيسان ونحاول نلعب على تقريبا نفس الرشمه في الكيسان. نحاول ناخذ هاد لابارتي هادي كامله في الكاس باش تجي زويونه. كي درت لهنا شوفوا هنايا درت هاد الرشيمه الوسطانيه هي اللي جبتها لهنايا، شفتوها. المهم هذا هو العمل اليدوي اللي درت اليوم. انا كنقول دائما بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يرشموا الكيسان ديال شرب الحليب، اولا مثلا هادو ممكن ديروا فيهم بحال هكا التمر الا جاو عندكم الضياف تذوقوهم، تكملوا هاد لافينيسيون كامله دوروها وديروا شي رشيمه في الوسطي وديروا فيهم شي ديال التمر بتي فور كيسان شرب الحليب كيسان د الماء كاس العصير. راه ماشي بالضروره بالضروره تكون ديال العريصات، راه ممكن حتى حنايا نستافدوا منهم في دويرتنا. وهادو بالنسبه لهادو كذلك راه ممكن ديروهم في الدار. بالنسبه اللي بغى اللي بغى بحال هكا يدير فيهم هادو، كندوي على هادو الصغيورين اللي بغى يدير فيهم الشوكولا لي بونبون التمر بحال هكا، دوك تيكونوا تا هما ديال الزاج وكيتسدوا بحال طويجنات صغار، ممكن تفينوهم تزوقوهم بهكا راه كيجيو رائعين ومحيدقين صراحه. دابا الحين انا غادي نكمل الكيسان حتى هما، غادي نخدم الكاس وغادي نوريكم رشمه الكاس كي كتجي، وغادي نحطو لكم هنا باش تشوفوا الديكور ديالهم كي جاو، وندير لهم حتى ديال التمر حتى هي كذلك غادي نصوبها لهم. انا عندي جبانيات ديال التمر ولكن تسنى نوريكم عينو نوريكم اي وحده هنايا شوم كي دايرين باش ما عجبونيش. مزوقين ديجا مزوقين، حاولوا تاخذوا ميا البنات سامبل. انا غادي نوريكم غادي ناخذ وحده نجيب لكم وحده سامبل غادي نوريها لكم، كتهز تقريبا 3-4 ديال التمرات ماشي كثر. غادي نزوقها وغادي نرشمها ونوريها لكم حتى هي، وغادي نحاول ندير فيها غير شي ما خفيفه. انا العقيق خديت ما خديتش بزاف العقيق، خديت 5 بقاو عندي هنا 3 ما عرفتش فين الاخرى. وحده غادي نخليها الكاس، جوج غنخليهم الكيسان كاس الكاس، وحده غادي نديرها في جبانيه ديال التمر فوالا. وهذه هي الرشيمه ديال اليوم. غادي نخليكم مع تتمه الفيديو.
اعزائي المشاهدين والمشاهدات، هذا هو البلاطو اللي قلت لكم، راه باقي ليا كاس مازال ما كملتوش، من بعد اللي غنكملو. هنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو اللي صوبت ديال شرب الحليب. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى نكون كنفيدكم شي حاجه، وخليت لكم لهنا وراحت البال. كنموت عليكم، وبوسه كبيره لكم من صويره لجميع البلدان. باي باي عليكم.